ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا متحيرون عن كل جواب، وهذا التضرع نقدمه لك نحن الخطأ. أيها السيد فارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدوس. ارحمنا يا رب لأننا عليك اتكلنا، فلا تسخط علينا جدا ولا تذكر أثامنا، لكن انظر الآن بما أنك المتحنن وأنقذنا من أعدائنا، لأنك أنت إلهنا ونحن شعبك وكلنا صنع يديك، وباسمك ندعى الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. افتحي لنا باب التحنن يا والدة الإله المباركة، فإننا باتكالنا عليك لا نخيب، وبك ننجو من كل الشدائد، لأنك أنت خلاص لجنس المسيحين.